فهو على كل شيء قدير. اللهم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأنهاكم عن مخالفته، وأستفتح بالذي هو خير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا وقدوتنا محمدًا رسول الله. اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصل اللهم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضينا معه يا رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا، سألت نفسي ما هو الموضوع الذي أتناوله في هذه الخطبة، وقد مررنا على جل المواضيع التي يمكن أن تكون مواضيع حساسة تهم المجتمع، فجال في خاطري موضوع هام جداً، هو تلك العلاقة التي بيني وبين جاري، وبينك وبين جارك، لأنك ترى جارك أكثر من رؤيتك لأخيك البعيد، ولأهلك وعائلتك التي قد تكون بعيدة عن هذه المدينة، لا تراها إلا مرة في الشهر أو أكثر. أما جارك فهو القريب، تستفتح عليه صباح مساء، فإن لم تكن العلاقة طيبة بينك وبينه نلت إثما. لماذا؟ لأن الله أوصى بالجار، لأن الله أمر بالإحسان إلى الجار، لأن الله قد حمى الجار بما أعد لهم، لمن يسيء أعد له عقوبة. فهو القريب، هو الحبيب، هو الجار، هو المؤنس، هو الذي تعتمد عليه إذا حل بك خطب أو نالك عدوان، أسرعت إليه، تلتجئ إليه وتطرق بابه وتسأله العون والمدد. إذن الجار هو من جاورك. لكن قبل ذلك نريد أن نحدد في مفهوم خاطئ عند كثير من الناس، نريد أن نصحح هذا المفهوم بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة. لأنك كنا نعتقد خاطئين أن غير المسلم لا يحق أن ترعاه وتعتمد عليه وتقدم له العون والمساعدة، إلى أن جاء الحبيب ليبين أن ما كنا ننظر إليه هو الخطأ بعينه. فقبل أن نتحدث عن الجار وعلاقتك بالجار، نريد أن نعلم من هو الجار يا حبيبي يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى: الجيران ثلاثة. جار له عليك ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له عليك حقان، وهو الجار المسلم، وجار له عليك حق واحد، وهو الجار الذمي، أي الكتابي غير المسلم.
سواء كان مسيحيا أو يهوديا. أي رحمة يا حبيبي يا رسول الله، هذا الذي خالفني في العقيدة أحسن إليه؟ قال بلى، ألم يكن جارك؟ إذا شعرت بالخطر لجأت إليه وطرقت عليه بابه، فإن لم تكن قد أحسنت إليه فلن تجد منه العون والمدد. إذن الجيران ثلاثة. إذن نحن ماذا نريد أن نبين؟ نبين أن هذه الحقوق أصبحت مغيبة في حياتنا. كثير من الناس ألتقي بهم يقول أحدهم: والله لا أعرف عن جاري أي شيء، ألا تزره في عيد؟ ألا تزره في مرض؟ ألا تزره في ضائقة؟ ألا تزره في فرح؟ إذن سبحان الله، إذن أين العلاقة الحميمية؟ الكثير منا لا يعلم عن جاره شيئا. إذن في عهدنا هذا أصبح الجار لا يعرف عن جاره إلا القليل جدا. ونحن إذا أردنا أن نبني علاقة وطيدة، أن نبني مجتمعا متماسكا، لا بد أن تكون هناك وحدة أخلاقية بينك وبين جارك، فهو الأخ وهو الحبيب وهو القريب وهو المجيب ساعة الشدة. لذلك أحبتي بالله، ولذلك كل الكتب السماوية التي نزلت على قلوب الأنبياء الذين كفلوا بنشر هذه الدعوات أوصوا بالجار: تعالوا لنعيش مع حبيبنا ونبينا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول حديثا جميلا جدا: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل، أي أمر هام جدا حتى يوصيك جبريل حتى تحسن إلى جارك. حديث آخر ما في أقصر منه: الجار ولو جار. الجار ولو جار، أي الجار ولو ظلم، حتى لو ظلمك الجار. يعني إذا أردت أن تنقطع عن علاقتك معه فإياك أن تلحق به أذى، إياك أن تسيء إليه، إياك أن تحقد عليه. المهم أن لا يلحقه أذى منك. ولذلك نحن عندما بدأنا حديثنا ماذا قلنا؟ الجيران ثلاثة، وما زال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طيب نحن ماذا علينا في هذه الخطبة؟ نريد أن نبين أمرين، لأن القضية لها ليست سرداً لحديث أو آية، لا، نريد أن نتبين ما هي الأسباب التي جعلتنا نتراجع في علاقاتنا بيننا وبين جيراننا، هذا واحد. الأمر الثاني، كيف ننمي هذه العلاقة مع الجيران؟ إذا استطعنا أن نعرف الداء ونعرف الدواء فما عليك إلا أن تسرع بتناول الدواء حتى تقضي على الداء. إذن تعالوا نعيش أحبتي في الله، ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع هذه العلاقة؟ نحن أو لما لم تتكون هذه العلاقة؟ في كثير من الأحيان كلنا نعيش، عشنا زمن الاستعمار، وعشنا زمن الهجرات، وعشنا زمن المصائب في العالم كله. بعض الأحيان ظروفك المادية تفرض عليك أن تهاجر لتجري وراء لقمة العيش، فماذا عليك؟ أن تترك البلد،
أن تهاجر منه، أن تودع أهلك لتنتقل إلى بلد آخر أو إلى مدينة أخرى، فلم يعد جارك هو جارك، بل أصبحت تعيش في مجتمع جديد. عليك أن تبحث عن الجار أولاً لتكون معه علاقة الأخوة والمودة، لتكون معه رابطة قوية، فهو أقرب إليك من أخيك ومن أبيك، لأننا نحن في جل حياتنا إنما كنا وكثير منا بعيد عن الأهل والوطن. إذن أخاك أخاك ومن لا أخ له، هكذا يقول الشاعر، أخاك أخاك ومن لا أخ له كساع إلى الهيجا بغير سلاح. هذا واحد. الأمر الثاني، بعض الأحيان أنك تهاجر لتبحث عن العمل. هناك دول فقيرة إمكانياتها متواضعة، إذن تبحث أنت عن عمل شريف تستطيع أن تحقق أحلامك وأمنياتك، فتهاجر إلى بلد تعيش فيه فترى جاراً غير جارك الذي خلفته وراءك في بلدك. إذن وجدت جاراً ليس مشاركاً لك في عقيدتك، ليس مشاركاً لك في وطنيتك، إذن عليك أن تعاشره حسب منهج ارتضيته أنت بما أقامرك الله به وبما بيّنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أنا عندما أسافر علي أن أثبت من أنا، مش من أنا من حيث اسمي ولقبي، لا، من حيث أنا من عقيدتي. أنا المسلم الذي لا يصيب أحداً مني أي أذن، أحترم جاري، لأن النبي، نحن ماذا نقول بعض الأحيان؟ نستحي، نقول يا سيدي أنا لا أفعل ذلك، لأن لا أشرب الخمر لأنها تضر بالصحة، أنا أدفع الضرائب لأنني رجل متحضر، أنا لا أخالف في السير، لماذا؟ لأنني تعلمت في مدارس أجنبية. نقول له لا، أنت لا تأخذ أجراً على ذلك، أنا لا أخالف لأن الإسلام أمرني أن لا أخالف، أنا أحسن إلى جاري لأن الله أمرني بأن أحسن إلى جاري، أنا لم أفعل ذلك لأن الدين الذي أعتنقه يأمرني أن لا أكون كذلك، إنما أكون كذلك. إذن علينا أن نرجع كل شيء في مجالات القيم والأخلاق والمثل والمبادئ إلى دين ارتضيناه واعتنقناه حتى نكون أهلاً لشفاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأهلاً لرضا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا نطمع أن ندخل جنة عرضها السماوات والأرض. إذن أحبتي في الله، بعض الأحيان أنت تعيش في بلد، في مدينة، في شارع، تأتي الدولة لتحسن هذا الميدان أو ذاك، إذن تفرض عليك أن تغادر هذه المنطقة وتبحث عن منطقة أخرى، فيتغير الجار الذي كان بجانبك لتجد جيراناً وتجد أصحاباً وتجد مجتمعاً غير المجتمع الذي نشأت فيه. إذن أن تبني علاقات على أسس قوية متينة أقرها الله حتى تنال الأجر. بعض الأحيان يقول والله أنت تشرب الخمر، يقول والله أنا لا أشربها لأنها تضر بصحتي. إذن أنت اكتسبت الخير أنك دفعت الشر عن معدتك، لكنني أنا أريد أن أخذ أمر حسنتين، أنا امتنعت عن الخمر لأنها حرام أمرني الله أن أجتنبها فتركتها امتثالا لك، ثم أن هذه الخمر مضرة بالجسم لأن الله حرمها.
إذن ما من عمل تريد أن تنال به أجراً من الله عليك أن تنسب المنع والعطاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنا أكرم جاري لأن الله أمرني، أنا أصبح على جاري لأن الله أمرني. إذن بعض الأحيان كلنا ذاك الرجل يعمل من الصباح إلى المساء فلا يجد وقتاً متسعاً ليسأل عن جاره، فزحمة الحياة وضغوط الحياة جعلك لا ترى جارك لاختلاف أوقات العمل أو لضغط الحياة أن لا تراه، فلا يعني ذلك أنك لا تحترمه لا تحبه، لا، حال الظروف دون ذلك. فوطن النفس على أنك إذا رأيت أحسنت العلاقة مع جارك. به، إذن لا أريد أن أطيل عليكم، لكن نحن نبحث عن العلة ثم نبحث عن الدواء. إذن كيف ننمي هذه العلاقة مع الجيران؟ قال: أولاً علينا أن نبنيها على الاحترام المتبادل، علي أن أحترم جاري وأن يحترم جاري، أن لا أدخل في خصوصياته وأن لا يدخل في خصوصياتي، علي أن أجد فيه الاحترام ويجد في هذا الاحترام. الأمر الثاني، نحن في مجتمع متحضر، تارة يكون بجانبك رجلاً على غير دينك، خاصة نحن في المجتمعات التي وجدنا فيها تعايش الأديان. إيه؟ جاري مسيحي، جاري يهودي، إيه؟ هل علي أن أسيء إليه؟ لا، علي أن أحترم دينه وأن أحترمه هو وإن اختلف الدين. ولذلك علي، النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن قلت لكم: الجيران ثلاثة وجار له عليك حق واحد وهو الجار الذمي، يعني اليهودي أو المسيحي. إذن علي أن أحترمه، أن أهنئه في مناسباته، أن يهنئني في مناسباتي، أن لا يرى مني أذن وأن لا أرى منه أذن. عقيدتك ودينك على جنب وعقيدتي وديني على جنب. إذن علينا هذا. الأمر الثاني، نحن مجتمع له عاداته له تقاليده. ما أجمل المجتمع هذا عندما يتمسك بعاداته. علي أن لا يحقر جاري الذي يختلف معي بالعقيدة أن لا يحتقر عاداتي. نحن في رمضان ما زال نعمل كذا وكذا وكذا، هو في أعياده المسيحية أو اليهودية يعمل، علي أن أهنئه في مناسباته ويهنئني في مناسباتي. إذن علينا أن نحترم هذا أحبتي في الله، أن نشاركه في أفراحه ويشاركني في أفراحه، أن أشاركه في أتراحه في أحزانه وأن يشاركني كذلك. إذن الأمر الهام جداً، نحن بعض الأحيان للأسف في مجتمعاتنا العربية أو الأجنبية التي يكون فيها اختلاط بين الأديان، للأسف داء عضال في مجتمعاتنا هذه، نحن عندنا حرام أن تتجسس على أخيك المسلم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا جئت فتحت نافذتك وجارك مسيحي فرنسي أمريكي يهودي كذا، تحاول أن تتلصص عليه لترى عورته، فأقول لك الحرام، يقول لي لا هذا ما هوش مسلم. إيه إذا ما هوش مسلم؟ لا، أنت تتحلى بأخلاق دينك. فعلينا أن لا نفضح عوراتهم، أن لا نتجسس عليهم، أن نغض بصرنا أمام حرماتهم. إن كنا كذلك أحبتي في الله،
إن كنا بهذا الخلق الكريم كأننا نقول والله أتمنى أن يكون كل واحد فينا محمد صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض. أنت عندما تكون بهذه الأخلاق وهذا الانضباط تقول سبحان الله كأنه رسول الله يمشي على الأرض أمناً وسلاماً ودعة وحباً وصدقاً. متى سنكون كذلك؟ نحن قبل أن نسأل الإحسان إلى أهل الذمة نسينا أن نتحدث عن الإحسان لأبناء الدين الواحد، لهذا المجتمع، لهذا البنيان الذي يتمنى رسول الله أن يشد بعضه بعضاً. لذلك أحبتي في الله لا نريد من خطب الجمعة أن تكون مجرد مقالات تتلى وتذكر ثم نعود إلى ما كنا عليه بعيدين عن منهج الله. ليست القضية صلاة وصياما وتلاوة قرآن، القضية قضية أخلاق. كل واحد فينا يجب عندما يمشي نقول هذا محمد رسول الله يمشي على الأرض. الأخوات الطاهرات المؤمنات نتمنى أن كأنها فاطمة، كأنها عائشة، كأنها خديجة، كأنها صفية تمشي على الأرض. ما أحلى هذا المجتمع إن كان في تكاتفه وتراحمه وتعاطفه، كما قال الحبيب المصطفى: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله رب العالمين أن هدانا إلى صراطه المستقيم فذقنا حلاوة القرب منه يا أكرم الأكرمين. إذن عندما نتحدث عن الجار بينا ما هي الواجبات، لأننا ماذا نريد؟ نريد من خلال هذا السرد السريع لهذه الأخلاق التي أردنا أن نتحلى بها حتى نكون ممن يرضى عنه رب العزة ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. علينا أن نعاهد الله أحبتي أن يكون يومنا خيراً من أمسنا، وأن يكون غدنا خيراً من يومنا، وأن نلقى الله إن شاء الله على الوجه الذي يرضيه عنا. أرفعوا أكفكم إلى الديان فإنها ساعة الإجابة إن شاء الله. نقول لك يا حبيبنا، يا إلهنا، يا عظيمنا، نقول لك يا رب، ننظر إلى ذنوبنا فنخاف، وننظر إلى رحمتك فنفرح. نستحي أن نسألك وقد كثرت ذنوبنا وقلت حسناتنا، ولكنك أنت الذي علمتنا الدعاء، وأنت الذي وعدتنا بالإجابة، أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. يا أكرم من أعطى، علمتنا أن نبدأ بالصلاة على حبيبك، فنقول لك يا حبيبنا صل على أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على نور الهدى في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر لنا الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب. يا علام الغيوب
اللهم إنا ننظر إلى ذنوبنا فنخاف، وننظر إلى رحمتك فنفرح. أليس فينا عبد مؤمن إن قال لك يا الله قلت لبيك عبدي؟ أليس فينا أمة طاهرة مؤمنة إن قالت لك يا الله قلت لبيك أمتي؟ اللهم جئتك يا الله، اللهم جئتك بهم، فإنهم أرفع مني قدرة وأعظم شأنا، يا أعلى منزلة، اللهم جئتك بهم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حبيبي ومولاي، إن تلحتم لساني في الدعاء إليك فوفق فأطلقه عند الوقوف بين يديك. عندما نقف حفايا حرايا لا يظلنا إلا ظلك، ولا يسترنا إلا جميل عفوك وفضلك. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، رخاءً سخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد خيراً فوفقه لكل خير، ومن أراد به شره فإنه لا يعجزك يا الله، خذه أخذ عزيزاً مقتدر. اللهم أجب دعانا، اللهم أجب دعانا، اللهم أجب دعانا بكرمك مولانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. استووا استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. صلوا صلاة مودع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 رحمة الله وبركاته. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد، حمدا طيبا مباركا فيها.